لما قلت اقرب الاقرب منك اقرب قريب يخاليك يا من قرب منك من الريح عابك. ايه هذه وحدة من سم الذين علي رجال شرواك طيب من مكة. الله يبيض وجهك ويبيض وجهك ابو تخيل انت طيب الا ما طلعت الا عيال عمك الذين امنوا هل ولا كل الليل ما طيبنا ولا كل الليل ما طيبنا يا ابو تخيل انت شفت يا ابو عبد العزيز ما تحمس الا الليله. اي والله ما جاك الا اليوم. هذه واحدة من النساء احتالت في زوجها تبيه يبطل الدخان لكن ترى هذه مشفرة يعني الجيدة اللي تسويها صراحة هو زين شيء كل ما قالت لها خيسنا بذا الريحة أتعبتنا بذا الريحة أروحتنا بذا الريحة ما يرسك إن شاء الله وتجي وتمسك البصل وتدلي كل ليلة هي على هالبصل يا بنت الحلال الخياسين تفكها فكها نعم عزال عرفت لهذا لأن فك الدخان وارتاح. واحدة ثانية خلت لها دراهم من عند زوجها تحاول فيه به يبطل وعيه يبطل وثم خذت دراهم خذت لها 50 ريال وشبت فيها ثم انزعل عليه يا مرة مجنونة أنت لا تخافين الله قالت أنت المجنون انت حرق نفسك وحرق دراهم تحرق اكثر من ذي ها تحرق اكثر من هذه اكثر من هذه هذه مين راحت لكن انت ضريت نفسك بس انتبهوا لا تسوونها من عاد يجيكم جزاء ما بس ان هذه من القصص اللي قد سمعنا ابو عبد العزيز سمحت لي طعمك شيء مش يذكر طبعا يصير الدخان والدخان اسلم يا ابو